Sim. Vivo e vivo, vale a tudo ser saído. Olha a mãe, olha a senhora, o Dó, eu vou logo no arroz de tudo cheio, nariz. واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله رحمه الله الى العالمين وحجته على الخلق اجمعين بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وجاهد في الله حق جهاده وترك الامه على المحجه البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك صلى الله وسلم وبارك على هذا النبي الامين وعلى اله وصحابته ومن اتبع هداه الى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة الكرام، بسم الله مجد قارزة لابد الإنسان لا يزنق طموات الشريعة على درجة من تقوى لابد يخص تاريخ اسم النجد ليست المتقي أما الدرجة قد واحدة رميان غير يجري غير مريض وجمل من المصطفى نمر واحد ويرى من زوان غير وصنق برجاية المتقي الله الله من تخصر آسلا في القرد والأنمار ريال بمحي اسم نوز الله يحن شومر لا يحن مع الدبيل إني شاهد إني واتقبل ولهذا لا بد من المشبكة الدعاء من الباب بس إني يا ربي جيت المتقين يلا إنه النثني ومي استجب سلام النثني ويعز نغسلام نهني السمجة نهني إنصار سي الأرض نهني وبيسبح العمل نهني وبيسبح الدرية ما هو مصر ما ربنا لمقز المتقي ما ربنا لمقز الجهة المغربية تخسعنا ونعوذ بالله أما الدنيا وخذ فرها وخذ سور الدنيا نشينا رياهم بوبك ما غاصي الأرض في العالم وفين دوا شخص ديس لا وفين شخص ديس نقدر أمس نتطول أظلم تبدو غسيرات في العالمين قارس يا ربي قرر ليست المتقي بلا وقتين هارا في مشا سيغور إن شاء الله بلا ضار من خلو نهارا والسمن الخالي هاري شوية بلا وخلو ضار من دار نخل غاي يا ربي أمو غني جزوت إن شاء الله يمكي أمو يا ربي قبرنا أمح بإذن الله وإكمالو نعوذ بالله يعاود من زي غير الشغل من زي تيري مريضنا المتجار غير مريض الرجل بي الكمين تدي وما يبعد في خيلها يواد نيقا إن شاء الله اليوم اليوم مرات المسرك يوم عارش الله بي كاد غاس تقل بينه بالزمة ما ينهش سلاب بي جه بعد الخص مرة لأن النهي يخسر بعد الكمبليت وذي تقرب نهائي ما ينهش سلاب بي خلال حاج بي تستعنا أما اليوم عارش منه بالزمة ذرنا الحمد لله أول النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمين غادي يجوان يخسر الطاعة لأن من هذا المرأي طاعة وين غادي طاعة بس من الخير يجيس إيش مسرش كوم بس إلى يزمني وخم غادي راح نجاني وخد تسالوت وخد العودة وخريف وخد يخسي على مرأي طاعة بس إلى الله لا قاي طاعة طاعة ومن بعد هذا أنا سنصير بذبري لا إلى من يخسر غادي يشيل كلام يستمر سلابة للسنة بريد يخسان طاع لأن الطاعة غير يصير في الطاعة أنت سوت زيانان غطع بي تنوى رجاهم بو تنوى رجور تجيش البركة اللي أرزق تجيش العافية اللي البدر تجيش المحبة بورني ودان ما نفتح السلابة لا إذي وشا لا خلاص ومن يطيع الله ورسوله زين ندخله جناب التكريم تحتها لنهار ويوما ما اولا ما يحسن شارح العدل قومني غير طاعي سلام في الله حتى يجار منها في سنه السن ومن يتولى نعذبه عذابا اليما واللي يدين الله حتى نعذب العذاب الذي يصحى ونعوذ بالله يا كريم يا طاعه سلام في العالمين دي الدنيا تصبح ليس النور ليس الفوق ليس الخال ليس البركه ليس علم الدوله غاطع سلام في ويجارب والله ما نريد نظره يا حمد في الآن يوم بغاية الخاغفرة لا للدنيا لا للأخيرة أما المعصية نعوذ بالله أنت ضد السبب من هلك مهر أنت تشارك كوش رخي نغرخي وذا نغرخي تشارك نغرخي ونخي مشغل ونخي بهاي معصية أخذ غاية بلاد المعصية أهلا وطيف دار أخذني المعصية سيقول ما يقدرين يشوف ما بلاد المعصية نسلقي في الدواها تقول غصار من الدوهة يجو ما انت الضعوانت يجو ما انت اليهبات يجو ما انت الوالدين يجو ما انت اليهبات باري يكبر ما غاعد يحصل الضاع على المعصية
ما امشي وانسن معصيش حدني شت وانسنش حدخي يقصدار بأماني توب كرابو أماني توب ولهذا يخرن غمون غي عصان صدار فيه فقد أفسد في الأرض وصدار في نهاية العنان ولا مفسدوا في الأرض بعد إصلاحه من دنيا مجهود من يتخصدار ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس أقدر وحاق لجنة حاق مرة كشي لمعزاي كشي فاق كشي ويحرم ينزير والله لس المعاصي الدنيا يزن طوالي من يمد وسيد أربي صريف وخانش ولا أجيب الشغل نغنير ولكن أربي أجيب خل معاصي مني وشان أسن تلعوق وبام دول سيغون معصيا على أحسن درجة يمكن أفكر غابة من سواها بضيع أنت وحبس يمكن أن يستيع قوي ويكبر ولكن مشي المجلس الشغرية وقطعه وتجوى والله العالم لا قاو والمعصية به خصن خصن تقول عقوبة والعقوبة والبشنو في الدين تقلها واني يشار من الناس الجن الحبس واني يشنب الحبس واني يجين يشهد الزور الحبس وني يجيل شوفرطة مش مدجع زيد جدي الحبس وان شو الحبس يدى العقوبة والسارق والسارقة توزي فاقطعوا ايديهم العقوبة فسدت العقوبة نسي ربي وكي كل شيء تخد سمار ويجيل شوفرطة تغير حبس وان فحقا تخدم الدولة اجسل اجسل اتصد اجسل الى اخير يعني تنبوكا فأود المعقوبة العقوبة ولتنقربي من كسيو الدين عرف المجرم يجل جريمة يجل معصيش كتو إلى حق استخدم من السفلالي الشري هلا من طريق النبي صلى الله عليه وسلم يقال أنه لحث يقام في الأرض أحب إلى أهلها من أن يمتروا 40 صباح والله يوم يجل فرضة ملت عقبة العقوبة انسلاف بالعالمين يجل غسل حد انسلاف فيه والله خيرهم سيابعين يوم منصار ويقنموا والله سيدنا رسول الله باش هو ندير عقوبة يتنوب الدنها يا اخي نقص غلو من يغجوه بنادم في مغير يفاق ياك يزري وان ما تسلم تنني شان مارك تنتير عند الوالدين النصر نقطع والنصر وش يزري ينفاق الواحرين واقصنا الجنوب قالوا يا ابو مريم سيلان واقصنا الدين يصبح الواحد نوب يدي نوب يدي اخلوني على المشكلها ابن المواكسن يعني ريخ بالنس ويكسن يسجل خمي غير مثواني تدخل ومني توقع والله سني لا تزين بل زي استمواف زين بل يونان سجوا ربهاية أخرف تيلي إما نيتوض الجاري من بنام توي خمي تيري ابن من العاصي يوعى وشان هذي غير مث الله يا الرحال ضيح اليونان ضيح النوحوس ضيح السجوا تريح مور أقبلنا إلى البهائم في غفق قبار لنا في انتري الزغوة من غشت خلتها المعصية يوداني كيرهم لعنة الله على عوصاة بني آدم تغطين البهائم في بناس ندير غمان أدفغن على أدن من غش نواف تيفن والله سنلا لعرني وذا القاس قني نخل نسيس غن دموان غلو مولينوني والله سنلا الحاجة قرر النبي صلى الله عليه وسلم غالت من عم الزكاة تلقي ما تش مزكاة والله حما يزخوا مجنة أقل لي يزخوا جنة نعم هل يدور نيودان تسمى ليس اسبراو نيشان نغوى السين ديني من نسي قايد الله والله إلا يدون ديني من إنه يجد الناس والله إلا دي ولاد بيموت إني ينزع نريد دولة بيموت خلوا يهدي ثيشت إيش مباري ويشد ديس ونزاي الجنة قام رحباب ونزارة يا مارا والله سيدي ليش شفت اسم كون غري الله نهني ونغاس الحب وشارك مثلا ومرة نزاني القصدق العقوبة والله إلى العقوبة مين زيس دنوب نيودة نائمة الله والله العظيم إلى ما منع قوم الزكاة إلا حرموا القطرة من السماء ولولا البهائم لا بيمطر معلك وانفين البهائم نفون أسر والله ما نزانتوني هم أدسوا نادي أربعة نغذي ما يشوف ما والله إلا العقوبة بالله إقرار غقا قالت ضيع مرميزة أصفاء مرميزة ما بقيت قوم الميزان والمكيال إلا ابتلوا بشدة المونة
شدة المؤنة ومقال والغادة شنال تقوى ستيو فقال الرسل وجور السلطة إلى الدكتاتورية والاستبداد رحوا تجوت ما أصدقوا دي أنا أحسن الغاية الحاكم دلوا قرش سلوي ديني كانوا بسلم كذلك ما نزل في الجوية بالله إلى العقوبة المعاصي ابتلوا بشدة المؤنة وجور السلطة يخمي خسغلوا من الأمم يعدوا تسلم يصلي وقع المغلى نوح وإبراهيم وعيسى وموسى الأقوى من سلمان ولوط وإبراهيم وسمد وعاد وثمود من تسلم يوقع كوريش من ذي عقب صراط العالم من خير من خير نعاقب خلنا إلى كل معاصر فكلنا أخذنا بذنبه كل شن عاقب في التستغارب على التسجيل نسعى لحسب المعاصي لي الله الأمم عاقب نعم العقوبة اللي ما تقرأت موت لا قد دين عاد قد دين غاصل ربي لأن انتبه بالملك انتين تنسو في السر من زغير من زغير داوة من زغير من زغير العدل سبحانه وتعالى يقارن لقائن من الغرز لما جسم الجن عاقب لا قراتي من ذا الغريب إن جسدي الآية القرآن في المرسلة أن ألم نهلك الأولين سفرة ألم نهلك الأولين سقسايا يقررون يقرن غاو حاو حكينا السقسيغات ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين نين يغلى ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعلوا بالمجرمين وين يومئذ للمكذبين قل ويومنا قد هديسا إنك مجزرم إلى العقل وقرص المعاصي مكدوا يوم ما تغيروا ما بني روحنا إني روحنا قبل لا إلى جبتي ما لدو بينا تمرني وقش كزاي جنت جنفاطة من غير جشوة ذلك شوية فرطة ناني عاد كنسو لا والله مناني لفرطة إن شاء الله أنتوا باصي غارب العالمين تعتذر إسمحين أولا لا الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحمد وأشهد أن سيدنا محمدنا عبد الله ورسوله إمام المرسلين وسيد المصلحين صلى الله وسلم وبارك على آل النبي الأمين وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد والعقوبة السلم ليس كلوري شان تواليت شان سنيت شواهد السنين نغلى العقوبة لا بيخ المعاصي قبل العاب إني ديني بنادم خبيت غي صغيب وناس نبهايم يقنعني إني يضيل ما يصغيح إني أغني عدم أغني نص الشهر أغني يوّد أنا سنيك شبقى ديقو ما يتشغل يقنعني إني يضيل إني وناس نبهايم منو مهندي صغابة بنسا أغني عرب أنا سنيك أغني سنيك زالي باح أغني شمين تويل أغني الزين نغلى أبني يعدل أبني 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 السش أبني السور أبني حضار ولذلك بهايم وهاي صغير هند بنام يتدار بمين وماذا نغي خد يخل قال غدا نغي عدم يا حرام يخل قال غدا نغي قصدقاء لا إما إما نسل نقع العذاب ثماري بالعذاب للدنيا دي وقد جنه دي وقد زيوم دي كشو الشيخان وقيمة ريامة كبري ذاك النو يا رحم سيبان لما قدوا دي ولأنه خلق نسجل نسجل على عرب الحصوص نطلع على عرب المالي مجدًا نسجل نحوك جبل سنة الحاكم يوزن ما قد تسيولد هاقي يودان هاقي ما رشهدني للحاكم ضارك هاقي يتقل كيس جادة خمس سنين ستة ولو ولو يجب أن نخلع من هو يا غير سنة يودان قغاس السيدة يعوني فارو سياق يعوني ثماري ثاني لا والله إلا متصلي الجبار يصدني بسيطة بغيات وتمار لأن جين معاصي كتاب يزيد المصيبة نارا يجا عيب الدمار شهدني لو أحرية إمنا نسيان لها تفق أنفق بالسوف مثل غاد السوف غاد سفاس إنت مين غاس السيارة غاس الجيش غاس السلاح شك تفض غبارة الشعب يريد إسقاط النظام ذويت غاد هلمة ذويت غاد كسر الحاكم ذواه أم حالة بالدغارة في النغاية ولا قيد دي المصيبة ماني معه ودي سوريا وأنا ضي ليبيا ضي تونس ضي شرق مصر
مره الحكام صدقوا قالوا يجوا صدقوا غير الاحزاب السياسيه حزب اشتراكي حزب شيوعي ليبرالي الحداثيون هذا خير ننقل الامه بشكل الشباب مغرر فيه مغرنت نهار حتى لو مش مين تخسر اقاش نكذب مقدمه شنك القهوه شنك الخساره انتو شنك لا اي نمش التاريخ كل ذلك باطل والله باطني وانا مسقمت الاحداد والداد العيل لاد العقوبة سيدار في العالم كذلك يرومينا هندس ضد السيارة من يمد جمال يمد انتوار من سلمنا قليل يرومي الشهر السيارة ما غاقي ويزيهم دقن والنيار بيغرغات انتهي دي وين نسار احتار قواني تيروريستا قواني ترهابي غير غير الله هي جريمة الاستعمار اذا الحكم ظلم الاحزاب للمصيبة ايروميين المصيبة نغمت يميد ما يقاتل رب العالمين وهو القادر رب قادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شياعا ويذيق بعضكم باس بعض والله رب العالمين قد ملايو اقدروا بالتجبتني وقد سهل دمخهم بالسهل والعقوبات جنة أميني وفسن السير في نصير طرف ما رواكني ويكفيه ما قاكني وقدر على الشيء والنغريات بسرغة أفضل عم بي يغلع إني غادي يرسل عذاب سوى أبداي وأنا أعوذ بالله أعوذ بالله الله طيب إمام سنة بشر ما تولى من هاري العقوبة ما تولى من تيارة فرقيارة ما تولى الزمن يعدون الجيش العسكري يشتفوا المغرب إنهارا نهار الصاروخ يهدئه دم 20 فيسو إيه قد عذاب الزهمار ينقلون المار يسيمان يحراض انت مغارين نغ نغوة من المهدرمو كل واحد يقول يتغيما يا رز ينعرف ويصدح الجوع مسارية غثوة وباوت لغاثة والله سيدي إلا مكة يمو إلا المعاصي إيش جني ولاد من ضعنا أمو إيش جني ولاد شطن زاين ملك الزلازين من عمل من على البراكين من على الغزلان من على الفيضانات من على الخضار من على واتس تفح من السغر بإذن الله ليت قبلت وفتح عاد عم تيصوب مرة وقت يصوب اللي ما بيت تصبح أصبح اسكي شوي تنوز مين زي الله العظيم من أخلص بها صلاة بس تدخل رب الخضار رب الخضار أما الهرشة مش حمل الهرشة دي الظهار وإلك سيدات لطيفة لطيفة أعوذ بالله والله العظيم ما مش ما يمديك سمحت يدروف إن شاء الله يا رب الزين الخطوبة يا رب وصلوا على النبي محمد الله مستر وكلم مبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وارض اللهم يا رب عن الخلفاء الراشدين واصحاب رسول الله اجمعين اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كربنا واكفنا ما همنا في الدنيا وفي الاخره واعطنا ما سالناك وما بلغ سؤالنا وتقبل منا يا ربنا صالح اعمالنا ووفقنا لما تحبه وترضاه وخذ بايدينا وارحم ضعفنا وعزنا وتول امرنا ولا تكلنا لنفوسنا طرفه عين أبدا جعلنا من عبادك المؤمنين يا رب لا تواخذنا بسوء كسبنا ولا تحسب العقوبة علينا ربنا تقبل منا صالح أعمالنا واصرف عنا سوء الفحشاء بإذنك وأحسن ختامنا اللهم ارحم موتانا اللهم ارحم والدينا اللهم ارحم من علمنا ومن له الفضل علينا اللهم اشف كل مريض وعاف كل عليم وتب على كل عاصي وردنا إليك أرضا جميلة واصرف عنا السوء والفحشاء بإذنك واصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما واعطنا الجنة مع الأبرار مغار مسكينة وقعد تشل مشاكل في الحياة وشاف قيم وزغل الدار قيق تروح غادي تروح تغاسلين ولا استجاب بالعمل اسم الدعوة الجهاد في سبيل الله تروح تغاسل وانت تغال المسجد إن شاء الله كتجي حالة نفسية يعني مسكينة ووقع انت المشاكل ولا نظر غير هم مدهني من عنت إلا أنها كأنها غاس ديبريسيون كأنها غاس كآبة غادة خذ تسلم بخط سفارة يا ربي عبدها يا ربي وضعها إليك ألف جميلة ربنا ربنا إليك ألف جميلة تقبل منا صالح أعمالنا أيها الإخوة جلالة الملك اللهم اغفر له وزيه واقر عينه من
بأسرته منه صالح أعماله وقيد له بطانة من عبادك المؤمنين ترشده إلى ما فيه خير البلاد والعباد. ثم اقبل الداخل من أفضل خليل عبد الله يرضى عليكم فهل الزيت بإذن الله كارت خمس تكتب كارت سلام إن شاء الله تكتب الهبسوة فغارت عبد إن شاء الله ميض الله نغمتك إن شاء الله أجلين ومقد ونغيك من الزيت ونغيك خوزيت ونغيك خذ جيب دون العمل سواء قوادين مش هنغني من غير العمل بالله هذا المقرب أقد راح نيطرح بمليوات راح نزيل غزمري نعم تراح نزيل العمل وتراح وقر النغوة تراح كل العمل فالفمل يتعقب أقر النغ يتعقب ضفاقني اللي يدار يمكن يتغيمن إلا العمل يوعدوا العمل وما لهم يعد السلام في الدين وما لهم يعد حياتهم أمين وأكرموا هذا المسجد يكرمكم الله سبحانه ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين.